ووزير الدفاع اخذ امر القتال من المجلس المصغر باعلان مصغر. الحرب على غزه. ايوه هناك احاديث كثيره في هذا الموضوع. فكره عمل الوسطاء من اجل تخفيض التصعيد. ده ما يدور في الكواليس لحضرتك. ما يدور في الكواليس. فضل. الوسطاء يبذلون مجهودا جبارا في فكره فتح مجال للحالات الانسانيه الموجوده في قطاع غزه كرصيد قادم للتفاهم مع الجانب الامريكي وليس مع الجانب الاسرائيلي بالمناسبه. الجرحى من انه جانب؟ انا بتكلم على ما يسمى المختطفين في غزه من المدنيين. المختطفين تمام المختطفين والمدنيين حتى من الاسرائيليين زي الرهينتين اللي افرجت عنهم مصر امبارح بوساطه مصريه خالصه. نعم. لصالح يعني كبر السن 81 سنه 85 تمام. سنه تمام. فده موضوع في العالم ينظر اليه خلي بال حضرتك برعايه شامله جدا هذا الموضوع. نعم. ان تستمر الوسطاء في محاوله تخفيض الازمه باخراج المدنيين وكبار السن والاطفال والنساء اللي هم الاسرائيليين اللي اتاخدوا من غلاف غزه في الحفله المشهوره. تمام. ويتم ذلك بالتزامن مع فتح مجال اوسع لدخول المعونات وهذا ما يؤكد عليه دائما الرئيس الامريكي وفي خبر متداول ان اسرائيل وافقت من حيث المبدا على فتح معبر العوجه لدخول مساعدات بالاضافه لمعبر رفح. تمام. نقطه مهمه حضرتك ان حدث بيان بالامس مهم جدا كلمت انا حضرتك عليه قبل كده ان هناك خلافات ما بين المستوى السياسي والعسكري في اسرائيل وهذا ادى الى حاله انخفاض معنويات الشعب الاسرائيلي. أيوة. واصبح هناك ثلاثه رؤوس تدير البلد رئيس وزراء وزير دفاع رئيس اركان. بالامس نتيجه التواجد الامريكي ونتيجه الدعم الامريكي اجتمع الثلاثه امبارح واصدروا بيان بان هم يعملون في نسق واحد ويعملون في نسق مترابط من اجل حمايه دوله اسرائيل وده انعكس النهارده على بدايه تصريحات رئيس الاركان الجيش النهارده وهو بيتحدث بيقول ان احنا جاهزين للاقتحام البري. أيوة. ولكن لاول مره بقى احنا منتظرين ساعه الصفر من المستوى السياسي وان التاخير شوفي بقى حضرتك. أيوة. وان التاخير كان بغرض استكمال امدادات لوجستيه بتجيلنا من امريكا وابعاد استراتيجيه لفكره ما بعد عمليه الاقتحام. أيوة. وهي الضوابط التي وضعها الامريكان بأنه لا احتلال مرة أخرى لقطاع غزة لا لفكرة التهجير وخلق أزمة في الإقليم مع دولة دوار زي مصر على سبيل المثال. أيوة. والنقطة الثالثة حضرتك فتح المجال الأكبر لاستعادة كل المدنيين أو كل المخطوفين المتواجدين داخل قطاع غزة. نعم. طيب هذا ما يصرح فيه الجانب الأمريكي في العلن. أيوة. ولكن أنا بأكد لحضرتك إن أيوة. كل اللي احنا بنتكلم فيه ده لا يمثل الأهمية الكبرى بالنسبة للجانب الأمريكي. بالنسبة للجانب الأمريكي ما يمثل الأهمية الكبرى هو عدم توسع دائرة الحرب في التقديم. تمام النقطة الأهم بقى